كترت الجبنه لانه البيئه اللي احنا عايشين فيها بيئه ريفيه بتتوفر فيها الحليب بكميات لانه كلها رعاه في اغنام حوالينا، فهذا شجعني انه انا استغل البيئه واشتغل في الشيء المتوفر. وفي حاجه للناس، يعني في لها سوق كبير والناس بحاجه لها وتسويقها سهل. لاني بشتغل في جبنه، عامله معمل جبنه صغير وبحاجه لراس مال كبير، وانا راس مال عندي متواضع يعني، فحبيت اني اقوي المشروع ويصير عندي معمل اكبر او انتاج اكثر. كنت بعمل مع جمعيه رعايه شؤون الاسره، وهاي الجمعيه طلبت مني انه يعني ترشحني ل بناء على المشروع، يعني ترشحني لجمعية الشرق الأدنى على أساس إنه آخذ دعم. فاجوا الشباب زاروني في البيت وشافوا الشغل وطلعوا عليه وشافوا إنه بحاجة لدعم، وكانوا متابعين يعني للشغل، عشان هيك في الآخر أعطوني دعم. بعدين أخذت دورة لمدة 3 أيام عشان التسويق والصندوق والشغلات هذه والتجارة، كيف البيع والشراء والتسويق والزبائن وإلى آخره، واستفدت منها بشكل جيد يعني.